اختتمت بسيئون دورة تدريبية حول أساليب التعلم الموجه للعمل التي نفذتها جمعية نبراس للتنمية لتأهيل الكادر التعليمي بكلية المجتمع بسيئون ضمن برنامج تطوير تخصص الطاقة الشمسية بالكلية والممول من مؤسسة العون للتنمية. وتلقى 45 متدربا من أعضاء هيئة التدريس بكلية المجتمع جملة من المهارات والمفاهيم والتي تسهم في زيادة قدرات ومعارف هيئة التدريس على أبرز مراحل البرنامج لتطوير تخصص الطاقة الشمسية بكلية المجتمع بسيئون. حقيقة تلقى المتدربون خلال 6 أيام مجموعتين، 12 يوم كامل، المجموعة الأولى 6 أيام والمجموعة الثانية 6 أيام، معارف كبيرة في التعليم الموجه نحو العمل والذي تتميز به خاصة التعليم الفني، والذي سيكون له دور كبير إن شاء الله من العام القادم بأن يطبق هذا النوع من التعليم كل الكادر التدريسي الذي حضر الدورة هذه على فترة 12 يوم لمجموعتين. طبعا البرنامج كان هدفه الأساسي هو إعطاء أساليب تدريب موجهة للعمل. كان الهدف منها طبعا ربط المتدرب ما بين التعليم وما بين سوق العمل بشكل أساسي، وهذا كان الهدف من التدريب بحيث أنه يكون المتدرب متفاعل مرن يقدر يخرج لسوق العمل ويعطي بشكل أفضل. البرنامج يتكون من 3 مشاريع اللي هو تأهيل الكادر التعليمي والبيئة التعليمية وتطوير المناهج. طبعا نحن حاليا نفذنا عدة أنشطة ضمن البرنامج بشكل عام، وتأتي هذه الدورات اللي هو ضمن برنامج تأهيل الكادر التعليمي بشكل عام للكلية. معنا هناك عدة دورات عامة ودورات متخصصة للكادر التعليمي بالقسم الكلية لتخصص الطاقة الشمسية بشكل عام.